هلا سلمى بننتقل لفقرتنا التالية، مساحة مع الديكور. واليوم عم نشوف يمكن موضة كتير دارجة الخشب بقلب البيوت، وإله طابع هيك بتحسيه كلاسيكي جميل. وعم نشوف يمكن بالآونة الأخيرة الكل عم يتوجه لهيدا الشيء، خصوصا مع المساحات المختلفة. أكيد فينا نقول يمكن الخشب من زمان الناس كانت تحطه ضمن البيوت، ضمن الأرضيات أو ضمن مساحات معينة، ولكن لا استخدامات الخشب بالديكور كتير ملاحظات. إيمت بيكون استخدامه صح وإيمت لا، وشو التفاصيل حول هذا الموضوع؟ طبعا كلها رح تطلعنا عليها ضيفتنا مهندسة الديكور نور عيسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباحك. بالبداية يمكن عم نقول بالآونة الأخيرة عم نشوف توجه لتغيير تفاصيل من البيت والديكور نحو الخشب، لكن فينا نقول إيمت فينا فعلا ندخل الخشب ضمن ديكور المنزل بالطريقة الصحيحة؟ هلا نحن الخشب هو موجود ببيوتنا دائما، يعني موجود بالبواب، موجود بتفاصيل صغيرة ممكن بالمطبخ، بس صايرين العالم عم تستخدمه أكثر هي كديكورات، كجدران، بغض النظر عن الفرش اللي هو أوريدي فيه الخشب. هلا نحن امتى لازم نستخدم الخشب؟ اذا بنستخدمه كجماليه ما يكون كميات كثير كبيره، ولازم ندرس المساحه قبل ما نقرر نستخدم الخشب، لانه بالنهايه الخشب هي الوانه غامقه، ممكن تكون تكاليفه نوعا ما عاليه، فاحيانا اذا نحن يعني بنكتر الخشب ممكن نصغر المساحه اذا كنا عم نختار اللون البني منه. طبعا الخشب نحن فينا نختار القشره تبعيته بانواع المختلفه ونختار اللون تبعه، بس انا عم بحكي اذا كنا عم نبخ مثل البيوت العامه عندنا انه اللون البني، فضل تكون اول شيء دارسين المساحه صح قبل ما نكتر الكميه او نعرف وين نحطها بالضبط. اكيد. لهيك خلينا نحكي اليوم، كثير اشخاص بيستخدموا الخشب بعشوائيه بالبيت، انا شايف ديكور مثلا معين، وهم خليني احكي عن الانواع. يمكن الانواع اللي موجوده عندنا بتختلف عن الانواع اللي موجوده ببيئات اخرى، في برا بنشوف بلدان بالعالم البيوت كلها بكون خشب، ولكن هل هذا الشيء بيمشي حاله عندنا؟ هلا اكيد بيمشي حاله عنا، بس كمان نحن قلنا طريقه عنايه خاصه بالخشب، يعني ما فيني انا مثلا امسك الخشب واحط عليه مي، بالنهايه حينفش حتطلع منه حشرات، اجباري في عنا نحن طريقه عنايه قد ما كان مدهون او عاطينه حمايه او اي شيء. في نحن طبعا اكيد بنعمل له طبقه حمايه، ممكن البواب الخشب خاصه بنلاقي نحن غالبيه البيوت البواب من تحت مثل منفشه او قاشره بسبب المي، طبعا ممكن نحن نعمل له طبقه من تحت حمايه، ممكن نحط له خشب مثلا سنديان او زان يعني من تحت حتى تحميها، ممكن نلبسها طبقة أساسا غير نوعية الخشب مشان نحميها من المي. أكيد في عنا طرق نحن للحماية. بالنسبة للأنواع نحن عنا كتير أنواع للخشب، الغالبية عنا ببلدنا بيحبوا خشب السنديان العرق تبعه بيحبوه، فدائما نحن بنلاقيه مستخدم أكثر، حتى سعره هو وسطيا يعني بيناسب الكل. في عنا أنواع تانية، في عنا خشب الجوز اللي أنا بشوفه كتير حلو بس تكلفته كتير عالية، في عنا خشب الزان، كمان في عنا كتير أنواع، مثلا خشب البواب نحنا الملابن تبع البواب بتكون سويد، نوعيتها جيدة ورخيصة نوعا ما بنقدر نستخدمها، لأن هدول شغلات أساسية بنركبها بالبيت. بالنسبة للديكورات بنقدر نحن نتحكم بنوع الخشب اللي بنحطه، فينا نحن يكون هو خشب طبيعي، وفيها تكون هي طبقة MDF ملبسة قشر، هي طبعا أكيد بتقل التكلفة أكثر وبتضل نفس الجمالية. هذا بدي أسألك عنه، المساحة بتلعب دور، يعني فينا نقول مثلا فينا نعمل جمالية ضمن المنزل غير مكلفة وبنفس الوقت حركة بسيطة للخشب إن كان على الحيط أو بزاوية، كمان فينا نستغل هاي النقطة، لأنه مثل ما قلتي يمكن أنواع الخشب هي مختلفة، واليوم عم نشهد غلاء كتير كبير من خلال كسوة البيت، من خلال كل هاي التفاصيل. فيني أنا يعني مثلا إجي لعندك مثلا أقول لك أنه ضمن هاي المساحة وبهالقد فيني أعمل زاوية معينة، وبنفس الوقت مساحة البيت بتلعب دور، يعني إحنا بنتوجه للمساحات الصغيرة، ما عندنا هاي المساحات الكبيرة إلا إذا كانت فينا نقول بالأرياف أو فينا نقول بالضواحي البعيدة عن المدينة. فعلا حكيت صح، نحن عندنا البيوت اجمالا مساحتها بتتراوح يعني 100 متر 120 متر الماكسيموم تبعنا، حتى عندنا نحن الارتفاعات هي 3 امتار بالبيوت الغالبيه عندنا، فنحن حتى في يعني حالات نحن بنشوف انه بيلبسوا السقف خشب، يعني بتكون فيها ديكورات خشب، لما بنعمل هي الطريقه ببين السقف اوطى، بنخسر يعني بتبين فعلا الارتفاع قليل، فانا بفضل دائما وقت بدنا نستخدم الخشب ندرس المساحه، يعني مثلا انا اذا عندي حيط صغير مو معقول لبسه كلياته خشب، حيصير كثير مبين
اصغر كمساحه، ممكن انا احط فيها مثلا رفوف مع اناره تعطي جماليه، ممكن حيط الشاشه مثلا تبع البيت انا ميزه يكون هو فيه مثلا طاوله التلفزيون اللي تحت تكون هي خشب، ممكن نعمل ديكور بسيط وراه مع شويه اناره بتعمل يعني بتعطي هذا الطابع الجمالي بدون نحن ما ناثر على المساحه. بس مثلا نحن اذا عندي مدخل البيت صغير لبسه كلياته خشب بتحسي هيك يعني صحيح. هو العالم عندنا نحن بتفكر انه كل ما كترنا خشب كل ما عطى فخامه اكثر، بس اولا عم بيخسروا تكلفه اكبر، ثانيا عم بتصغر المساحه. بفضل ان ندرس المساحه اذا كانت هي مناسبه، ويكون الخشب نستخدمه كجماليه ما نستخدمه ككميات كبيره، يعني يكون كتحلايه مو كقطعه اساسيه بالغرفه. طيب لهيك بدي اسالك، يعني اليوم عم تقولي انه الخشب خلينا نستخدمه كجماليه وليس كقطعه اساسيه او استخدام اساسي، شو هو مساوئ استخدام الخشب ضمن الديكور المنزلي؟ الايجابيات تبعته هي طبعا اكيد بيعطي الفخامه مثل ما الكل بيحبه، ونحن عندنا اساسا بتحسيه هيك بيعطي طابع جمالي عندنا ببيوتنا كيف نحن بنستخدمه. له علاقه شيء بدرجات الحراره؟ يعني اليوم في ناس بتقول لك انا لما عملت ديكور خشب صرت احس مثلا بالشتاء ادفى وبالصيف اشوب، له علاقه شيء ولا لا؟ هذا الحكي طبعا صح. هلا مثلا بتلاقي انت بالبلدان البرة مثلا مثل اليابان بيحطوا الارضيات كلياتها باركيه خشب طبيعي، انا مثلا ببيوتنا نحن هون سوريا ما بنصح فيه نهائيا، لانه على المي ممكن ينفش، ممكن تطلع منه حشرات، على الحراره ممكن كمان تطلع فيه الحشرات، ما بنصح فيه نهائيا. الخشب مثل ما حكيت يكون كجماليه مو كشيء اساسي، لما نحن بنحطه كجماليه مثلا بالجدران بمنطقه صغيره ممكن تكون العنايه فيه زياده اكثر. ضروري كمان ننتبه على البخ الخشب، في طرق كمان للبخ لازم نعتني فيها مشان نعتني بالقشره تبعيته، وبنفس الوقت بتلاقوا ببيوت هيك بيعلق عليه غبره اكثر، في بيوت لا، هي كمان بترجع لهي الناحيه. فانا ما بنصح بالخشب يعني نكتر فيه بالكميات، واكيد بيتاثر بعوامل طقس، يعني اذا كان عم يتعرض لمطر او حراره كلها هي بتفرق. طبعا البيت اللي فيه رطوبه بتلاقي الخشب ممكن ينفش ويتمدد ويتخلص، يعني كل هدول العوامل بتاثر فيها اكيد. يعني ممكن مثلا شخص يقول لك انا مثلا عاوز هالقد خشب بالبيت، وبتنصحيه انه لا ما بيناسب هذا الموضوع، مع انه ممكن بيتجه مثل ما قلتي للفخامه او للابهار انه انا فوت انبهر بمزايا هي البيت، نقول لا لو حتى ميزانية كبيرة بتقولي له ما بنصحك فيه؟ هي دايماً بتصير معي أنا بشغلي، الزبون بيقول لي أنه أنا حابب حط كمية خشب كبيرة حابب لب، بس دايماً أنا بنصحه أنه لا تكتر، خلينا نحطه بطريقة جمالية، أولاً أوفر لك، ثانياً العناية أسهل له، ثالثاً بتكون الجمالية أكثر وأحلى كاستخدامه. فنحن دائما بنروح بنستخدمه مثل ما حكيت قبل انه كقطع صغيره، تاتش صغيره بالحيطان، ممكن حيط واحد مميز نعمله احسن ما نلبس كلياته، تكلفه اكثر واكيد بتخفف الجماليه. كله عمر محدد فينا نقول الخشب؟ له عمر محدد على حسب العنايه فيه، يعني انا لما انا عم بعتني بالخشب تبعي ما عم كب عليه مي، ما عم بعرضه لهي العوامل، ما عندي رطوبه بقلب البيت، اكيد بدوم اكثر من البيت اللي عم بيتعرض لكل هدول العوامل. طيب نور، يمكن معنا مجموعه من الصور كمان، خلينا اذا فينا نستعرضهم معك ونعلق عليهم، نحكي شوي عن بعض الاستخدامات اللي موجوده حاليا للخشب، ويمكن من تصميمك او من شغلك خلينا نتعرف عليهم اكثر. هلا عم نشوفهم سوا على الصورة. هون يمكن مكتب. تماما هون مكتب. هذا المكتب نحن كان عندنا في مشكلة انه هو طابق ابو متعرض لرطوبة كتير، جلسنا الحيطان زبطناها لبسناها خشب وخلينا يعطي منظر الفخامة اللي هو بحاجته المكتب. هون مثلا انا كحلت بالخشب وتركت الرخامة الاساسية تبع ورحة التلفزيون، هون نفس الشيء هي تعطي الجمالية، هو كان كتاتش صغير يعمل حركة. هون مثلا انا عامله تنجيد بس عامله مثل فريم حوالين الشاشه والطاوله تبعيتها، بس لتعطي الجماليه، والاناره دائما انا بفضلها مع الخشب بتعطي هيك روح زياده اكثر. نفس الشيء هون الطاوله تبعت التلفزيون فيها الشمنة، دخلنا بقلب الشمنة ما بيتاثر بالحراره تبعتها، بنكون نحن عاملين له عزل عزل، وبتكون هي مفصوله تماما عن الخشب مشان ما يتاثر بالحراره طبعا. طيب بالختام خلينا نحكي، يمكن اشرتي لنقطه هون انه بيت ابو فينا نقول عملتي فيه المكتب، هلا اغلب الناس بتقول لك الابو في عندي مشكله بيعاني من الرطوبه، يعني شو ما عملت في رطوبه كبيره، فلما يتلبس بهي الطريقه خشب شو الطريقه اللي بتعملوها؟ يعني عزل تام كيف بيتم؟ لانه نحن عندنا مشكله اساسا بالابو مع رطوبه، والتمديدات الداخليه بتكون كلها مؤسسه تحت بالابو.
تماما مثل ما حكيتي، فعلا الناس بتتخوف من هي الطريقه، بس اكيد نحن كل شيء عندنا حل له. اول شغله نحن طينا الحيطان، عملنا الطينه النظاميه، بعدين نحن عزلناهم، هي اهم شغله عملناها. بعدين لبست شبكه خشب، رجعت لبست شبكه ثانيه، يعني انا بعدت عن الجدران، مهما طلعت الرطوبه ما حتوصل للخشب الاساسي. يعني اول شيء لبست مثل الشبكه اللي نقول هي بتترك فراغ بينه وبين الخشب اللي نحن اللي مبين بالصور. هذا الفراغ ما بخلي الرطوبه توصل للخشب، واكيد دهنا الخشب من ورا بطبقه عازله له مشان نحمي حمايه تامه منه، وبنفس الوقت خلصنا من مشاكل الرطوبه اللي ممكن تطلع على الدهان. يعني انا مثلا هذا المكتب لو حاطه دهان كان ممكن الحيطان تطلع فيها التنفيخات وهالقصص كلياتها. اكيد. ويعني اليوم هيك تعرفنا على نصائح مهمه لاستخدام الديكور طبعا ضمن الخشب بالمنازل وحتى بالمكاتب. نشكرك على وجودك مهندسه الديكور نور عيسى. شكرا لك. شكرا لك نور، اتمنى لك التوفيق. شكرا لك.